مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من خارج الملاعب. بعد النتيجه الايجابيه التي حققها المنتخب الوطني الجزائري ضد منتخب الكاميرون، فما هو راي الشارع الجزائري حول الاداء المقدم من طرف اشبال بالماضي في انتظار مباراه العوده على ملعب مصطفى تشاكر؟ لنتابع. المنتخب الوطني الجزائري يعود بالذات كاملا من الكاميرون في انتظار مباراه العوده بملعب مصطفى تشاكر. واش نقول لهم ليكيب ناسيونال بالماضي وسليماني وليكيب كاع اللي لعبوا قلب ورب على جال الجزائر، نقول لهم يعطيكم الصحه، فريمون فرحتونا، طلعتونا، ما كناش نسناو هذه النتيجه، مي تقول كنا خايفين، تقول صرانا كا في الكاميرون كنا خايفين يصراو كواليس، مي اللي جوار تاعنا رجال وبالماضي سيد الرجال، ويعطيكم الصحه كيف فرحتونا. لقاء في القمه كما نقولوا، وماتش روعة كاع شتا كاين، ونشكر الشيخ بالماضي مسكين عطانا التكتيك، عطى لهم تكتيك كاع شتا كاين. أيا فرحونا وجاب لي جوار، هو راه عارف شنو راه يجيب، جاب جوار قدم. ماتش نورمالمون هذاك هو تاع الجوار قدم تاع الخبرة، ماشي تاع الصغار ولا. والله بور مو أنا نشوف بلي بالماضي استعمل فري ورقة رابحة البارح بالتغييرات اللي قام بها. وشفنا بلي بالفوضيل وقديورة قاموا بالواجب تاعهم وكسروا اللعب في اخر الدقائق، وهذو اللي يعرف وش اللي يعرف الاحداث في الميدان يفهم بلي صح بالماضي خدم خدمته. والله العظيم راني جد مسرور، ما كاينش واحد مهبول كيما لي سيبورتور كيما انايا الفريق الوطني. والخساره اللي فاتت تاع كاس افريقيا كنت مع الطاقم تاع التعليق السيد بن وردي والسي كمال وجماعتهم، قالوا الحمد لله اللي نخرجوا بتجربه وهذه هي النتيجه. احنا كنا نستناو باش يربحوا في الكاميرون، والحمد لله ربحوا، وما زلنا هنا في بليده ان شاء الله، هنا عندنا في الجزائر ان شاء الله هنا نربحوا ثاني تيك سكور مليح يعني، ونعطوا لهم يعني نبين لهم الرياضه كيفاش يعني. على كل حال احنا شفنا البارح مقابله اللي قدرت باش الشفره تاع اللاعب الكاميروني تنفك بعد كما يقولوا دراسه كبيره من عند جمال بالماضي، لان الفريق البارح واش كنت نشوف فيه كاين ان ديسيبلين، حتى الفريق الكاميروني ما قدرش يعرف منين جاتو هذه القوه تاع الفريق الوطني. كان قوه الاندفاع كانت بالبزاف من جهتنا احنا كدفاع، وكان عندنا دفاع يعني نقدر نقولوا مليح، حتى وكانوا بعض الثغرات، لكن الثغرات هذه كانت باينه، ما قدرش الفريق الكاميروني ان يفك هذه الشفره اللي كانت من الفريق الوطني بعد دراسه كبيره. انا عرفت بلي بالماضي مقبل كان يوجد الفكره يعني للعب، لان دوك اللعب ولا دوك كره قدم ولات هي مجرد دراسه للخصم تاعك. كيف تشوف مباراه العوده هنا في ملعب مصطفى تشاكر؟ انا نشوف فيها اسمها رابحين صاي دروك 1-0 نورمالمون صاي رانا طالعين ان شاء الله، راني نشوف روحي رانا في قطر. كيف تشوف مباراه العوده هنا بملعب مصطفى تشاكر؟ الحرب ايطو، والله ما نحلبوك بليده هنا في الجزائر ما تعرفناش بالك، ومرحبا بك، وراح نربحوا باذن الله، باذن الله ربحوا 2-0 وسليماني فيري سوبر وكل احتراماتي لك. والله سليماني انا بالنسبه لي اسطوره من الاخر ديريكت، واللي ما يحب سليماني اسمه ما يحبش الجزائر وما يعرفش كاع صلاحه. بور موا كيما هكا انا نشوف فيه. بارك الله فيك سليماني، ونحبوك بزاف، تاخونا تاع كلش كاع، والحمد لله على كل حال. الجوار كاع يلعبوا قلب ورب يعني، وحتى المدرب ثاني لاباس يعني ما شاء الله يعني، يشوفوا سانتو يهضر مع يعطي التعليمات لي جوار يعني الاخر يعني، ما يعني ما قعدش حتى ما با يعني ما با 4 ساعات في يعني، ويتحرك بزاف، ونشكروا بزاف، ونشكر لي جوار ثاني، وان شاء الله نربحوا 3-0 ان شاء الله. واتو 3 في بالاجي نتحوا لهم، لانهم كانوا في بالمرصاد، ويعني شرف لينا احنا كجزائريين باش كما يقولوا نسجلوا هدف في كما يقولوا في الملعب تاعهم. هذه ثاني اضافه، وحتى المشككين اللي كانوا يهضروا على الفريق الوطني كانه خلاصة العهده تاعو، احنا نقول لهم مازال الفريق الوطني، وكانصار اللي راحوا لتما زادوا حفزوا الفريق الوطني اللي كما يقولوا عطاو له نوع من الثقه. والله ديما ديجا راه هداف المنتخب الوطني، نشكروه بزاف، خطرات ما يبانش كاع، وخطرات يخرج في وقت حرج، والبيت البارح من اروع ما يكون تاع كريستيانو. كريستيانو حاجه دماغ، ما من احسن الاهداف. وانه سليماني دائما ما ينقذ المنتخب الوطني في الاوقات الحرجه. سليماني تقول عليه لا بوينت تاع كره القدم تو سامبلومون، عليه لا بوينت، ما يبانش بصح يبان في وقت الشده، كي نحتاجه نلقاوه. سليماني والله غير انت انسان راجل ويعطيك الصحه. كيف تشوف مباراه العوده هنا بملعب مصطفى تشاكر؟
راح تكون تري فاسيل وعلى بالي بلي نبحو 3-0 ولا 4-0 بس كان البارح كان قادر تكون نتيجة أكثر مي سوء الحظ مش عارف علاش يتبع فينا ملكان مي معليش ما البارح ريزيطة هايلة وإن شاء الله في تشاكر 3-0 كاع ما يخوفنا حتى فريق لأن كي تكون عندك القوة ويكون عندك حماس باش تلعب خارج الديار كنا بين مرصاد ان شاء الله هنايا يكون يعني واش راني نتوقع انا يكونوا 2-0 لان الفريق الوطني قدر باش يفك اللي كانت حاجه هي الشبره تاع اللعب الكاميرون وهذه هي ونشكره ومازال يلعب ان شاء الله يلعب في قطر ونديروا حاجه وان شاء الله راني ناوي ان شاء الله في قطر النهائي مع البرازيل هذه يعني باغي مقابله مع البرازيل ونشوفوا بالماضي تاعنا ويجيب لنا فان الجواره يخلطها صغار مع كبار وان شاء الله DMCM تتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني. DMCM المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتوجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زور صفحتنا على الفيسبوك.